اكثر. اما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التاليه ولنحكي اكثر عن عالم الطفوله اللي له خصوصيه عند أكيد. كل الاهالي وعندنا نحن ليش مزعوجه بالعكس يمكن طبيعي الفرحة والبسمة بالعكس أكيد. بس يعني اليوم الأمهات مو بس نحن اليوم بشكل عام يعني كتير عم نعاني من موضوع الطفل العصبي يعني بده شغلته يعني بتجي أمك أو أمي بتقولي نحن ما كنا هيك نحن ربيناكم ما كنتوا بهاي العادة فبيكون الحق على الأهل. اليوم كيف عم تتعاملي مع صغيرة يعني؟ هلأ لما يقولوا لنا أهلينا هيك أنا بقول دائما نحن خلقانين بعصر غير عصر يعني قبل زمان ما كان تاني. في تواصل اجتماعي والتكنولوجيا والتطور هذا كله بيأثر على التربية فبدك تحاولي تتعاملي مع طفلك اليوم لأنه اليوم تربية الطفل مسؤولية كتير كبيرة بالأخير إذا طلع طفلك ظريف إنه أنت أم كتير منيحة إذا طلع ابنك كمان عنده أنتي أم ما في أنتي أمك إيه لا أنتي أم ما عرفتي تربي هي المشكلة اليوم بمجتمعاتنا بس دائماً. إحنا عم نحاول كأمهات نقدم أقصر أكيد. أقصى جهودنا لنعمل يمكن نربي ونساهم في تكوين شخصية أكيد سليمة نور. بس مثل ما حكينا اليوم جيل اختلف صحيح. التربية اختلفت الزمن إجوا بزمن غير زماننا فاليوم أكيد إلهم خصوصية خاصة بحياتهم إلهم عالمهم المفروض نحن نستوعبهم ونروح دائما معهم للحلول السلمية. اليوم عبر ضيفتنا موجودة معنا بالاستوديو الاستشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب حتخبرنا أكثر اليوم عن الطفل العصبي وكيف نحن قادرين نتجاوز معه مراحل السنوات الأولى. يسعد لي صباحك. صباح الورد. أهلا يسعد لي صباحك. كيفك اليوم؟ تمام. كيفكن انت رواق؟ تمام ان شاء الله عطول. خلينا نحكي اول شيء نعرف الطفل العصبي لانه حتى التعريف هو بيكون خاطئ من قبل الاهل ما عم يقدروا فعليا يصنفوا ابنه اذا كان عصبي ولا عنيد ولا مشاكس. انا لما اقول فعليا انه طفلي طفل عصبي شو يعني؟ العصبية هي شعور هي أبدا ما بتكون بالفطرة هي سلوك مكتسب من ناحية البيئة من ناحية ضغوطات الحياة. نحن ما بدنا نطلق صفة على الطفل إذا نحن ما كنا عارفين الأسباب اللي أدت لأنه يكون عصبي. في شعور هذا الشعور بيؤدي للسلوك. السلوك ممكن يكون عصبي ممكن يكون عنيد ممكن يكون نمرود شوي ممكن يكون متنمر إذا كانت سلوك البيئة المحيطة فيها تنمر. سلوك العصبية هو سلوك بيعبر عن احتياجات الطفل يلي هو مو قدران يعبر فيها بالحوار خصوصا إذا كان بيفتقد الحوار بينه وبين الأهل. ممكن يكون شعور لاحتياجات هو حابب تنلبى له لكن ما في وقت كافي. جوع ممكن خوف ممكن بحاجة لشعور حب ممكن بحاجة لشعور عطاء ممكن بحاجة لشعور محبة ورعاية بعبر عنه بطرق مختلفة. مثل ما نحن كبار بنقدر أحيانا نعبر من غيرتنا من عصب ممكن من جوعنا من شعنا من الألفة من أهم شيء الأكل تمام. فهو نحن بدنا نعرف إنه العصبية هي مانا فطرية أبدا مكتسبة تمام هي مكتسبة وهي شعور كتير طبيعي هي سلوك ناتج عن شعور عادي. اليوم عم نحكي عن اي عمر رنا؟ عم نحكي عن الاعمار طبعا نحن الصغيريه اللي من عمر ثلاث سنين وما دون. هدول الاطفال اجباري لغتهم هي الصراخ لانه هن ما عندهم لغه تعبيريه وما عندهم لغه استقبال لحتى يقدروا يترجموا لك الاشياء يلي بداخلهم كمفردات. نرجع للعمر اللي اكبر شوي لانه نحن طالما الطفل تحت عمر ثلاث سنين بنحضنه بنستوعبه قد ما عصب علينا بننبسط بعصبيته بنزغوله من بنحضنه عكس يعني بين يوم وليله مجرد ما صار عمره من ثلاث سنين وما فوق بنصير بنحسه انه هو كبر ونحن لازم يطيع اوامرنا. وهون بيجي عاد حب الطاعه يلي الطفل بعمر ثلاث سنين بيكون عنده طاعه لعدم الطاعه يعني هو عم بيطيع لانه اعتاد انه يطيع اي شيء بتقولي له اياه فبيقول لك ايه. ما عنده عصبيه ما عنده بكاء ما عنده اي صراخ لانه هو قدر يعبر بالمفردات. بعديها بتجي الطاعه العمياء يلي هو من الخوف عم بيطيعك لكن نتيجة هذا الخوف ممكن يولد عنده هذا الشعور يلي بيؤدي لسلوك العصبية. من هون بتبلش عصبية الطفل عمر الأربع سنين تقريبا. ذكرتي نقاط كتير مهمة لازم نوقف عندها خلال تربية الطفل. أساسا أي سلوك يصدر الطفل هو سلوك مكتسب يعني البيئة المحيطة أو التربية كله انعكاس. بيقول لك طفلك مرايتك يعني الأم لما تقولي أنا ما بعرف ليش ابني بيصرخ كتير بالأسف هي بتكون بتصرخ وبتخانق. خلينا نركز على هي النقطة تحديدا إنه الطفل هو كل تفاصيل السلوك هي بيتعلمها من أبوه وأمه لأنه هو المحيط الأقرب ومن المجتمع والمحيط فينا نقول العائلة التفاصيل الأخرى.
تماما. مثل ما تفضلتي حضرتك، اذا الام ما رايقه بالنهار الطفل اكيد بده يعبر باشارات لحتى يحسسها بانه هذا التوتر اللي هي مشحونه فيه هو انشحن لكل الاسره. انا بقول لهم دائما كاستشاره طفوله مبكره، بيجينا كثير اطفال انه طفلي عم معصب لدرجه انه ممكن عم بشد شعره او عم يخبط الاخرين او ما عم يقدر يندمج مع اقرانه. بقول لهم الطفل ما عنده عصبيه، اكتسب هذا السلوك منك. ممكن صحيح. باي حوار باي نقاش بينك وبين اي طرف من العائلة انت رفعتي نبرة صوتك من الخوف يلي صار عنده. للأسف كلنا بنرفع نبرة صوتنا بمرحلة معينة لأن كلنا أمهات ومضغوطين بضغوطات الحياة. هذا الطفل مو قدران يترجم هذا الشعور يلي انتابه، هو شعور خوف وفزع وقلة أمان، فبصير بقلد هذا الشعور فبصير عنده هذا السلوك اللي هو عصبي. نحن بس بنحتاط معهم بالحوار ونحاول شوي نفرغ لهم بالسلام، انه نعكس السلام النفسي عليهم، نحاول كثير نكون رايقين نحن بالبيت، نفيق نعودهم انه حتى لو كنا معصبين نسمع لغنية شوي، نسمع موسيقى، نسكت اذا ما بدنا نسمع اي شيء وما عندنا خلق، نحاول نتنفس الطبيعه. واول شغله بنعلمها لاطفالنا حتى نحن ككبار بعلاج البرانا او باي علاج له علاقه بالطاقه، بيقولوا لنا اول خطوه بتخطوها لحتى انتم تهدى وتهدى كهرباء الدماغ انه انتم تتنفسوا صح. مجرد ما نحن تنفسنا صح لثواني بلش دماغنا يطلع من اللاوعي ويفوت بالوعي، فبيستوعب انه هو في خطا معين هو بده يتحكم فيه لحتى يقدر يسيطر على غضبه. خلينا هيك، دائما العصبيه بترافق الطفل العصبي، بيكون عنيد بنفس الوقت، بيروح لشغلته يعني بعد كل المحاولات. نحن عم نشوف نماذج موجوده، ذكرتي شغله كثير مهمه، اليوم نحن ما فينا نعمم صفات الطفل، اليوم كله مكتسب، يعني ما في انه حدا بيقول لك هذا كان مثل ابوه تماما، انه طباعه ابوه هيك كان امه هيك كانت، فممكن تكون القصه وراثيه مكتسبه يعني بالجينات، انه انا طفلي كثير عنيد كثير عصبي، عم روح معه لكل الحلول ولكن انا اليوم فشلت، انه هو بالنهايه بده غرضه او بده شيء هو حاببه. تماما، اذا الاب ما انه موجود معه بالبيت يعني كحياه يوميه اكيد ما راح يقلده لانه هو مكتسب، هو ابدا ما انه فطري جيني. يعني اكتشفوا العلماء انه اي شعور ناتج عن مؤثرات بيئه ما بيربى معنا، نحن علميا تمام مكتسبة، تمام هي علميا مكتسبة. لكن إذا الأب هو عصبي وهذا الشيء عم بينفذ قدام طفله بدون ما يحس باللاوعي، فالطفل بده يعبر عن أي شيء بده إياه بالعصبية. أنا بقول للأهالي طنشوا العصبية، بس مجرد انه نحن نطنشها نتجاهلها بحب، مو نتجاهلها كيف اعطينا حلول يعني قولي لنا كيف الولد عم يحكي كثير. انا بحاول كثير جيبه لاماكن ثانية ما لها علاقة بالمكان او بالمتطلبات اللي هو عم يبكي فيها، بحاول الفت له نظره لاشياء بحبها بس بدون ما احسسه انه انت كل ما بكيت انا لطالعك من هذا المود ممكن فوتك بمود ثاني لانه بيتمرد عليكي، بصير بيفهم اللعبه. وفي حال فهم اللعبه مع الايام بس انت سكتي وتنشيه، تنشيه مو انت عم بتطلعي في تنشيه عن جد كانه ما انه موجود، لكن ما تتجاهلي انه ياذي نفسه. الامهات ما عم تعرف علينا هاي الرساله انه نحن اذا بدنا نطنشه للطفل بده تكون كل ادراكاتنا معه، لانه اي تصرف ممكن ياذي حاله فيه نحن لازم نهجم عليه بمحبه وحب. مجرد ما حاولنا شوي نفوته للسلام، ركن السلام بيكون فيه بالبيت اشياء محببه له او بالروضه او بالمدرسه بيكون فيه اشياء بتهدي النفس، ممكن الوان او رسم او قصص او مسرح او دراما او صلصال معجون مي اي شيء بحبه، هو لحاله بفوت بهذا المود فبخفف من هاي العصبيه. في هاي الطبات اللي انا بقول لهم كثير منيحه تمام، هي لانه كم طابه بدنا اليوم نحن تماما. انا بقول لهم يمكن هي شغله خلقناها لكن حطينا وعينا فيها، مجرد ما نحن فكرنا ان الطاقه عم تسحب لنا طاقه، الطابه عم تسحب لنا طاقه فبصير تسحب لنا. جربتيها نور؟ لا لا هي ظريفة. لا بس ذكرتي نقطة كتير ظريفة لما نقول انه نحن كتير بنغنج الولد اول سنتين واي تصرف ممكن نتقبله من نوع 3 سنين فجأة بينقلبوا الاهالي وابني ما بيسمع الكلمة. خلينا نحكي عن هي الخطوات، نركز عليها اكثر لحتى الاهالي ما يوقعوا فيها. للاسف بنشوفها بمحيطنا انه انا ابني على 3 سنين ما بيسمع الكلمة ما بيرد علي كيف بدي، وفي يمكن صورة نمطية حابين الاهالي يكون طفلهم انه هو بيسمع الكلمة ومثالي وما بيعذب. ما في طفل ما بيعذب وما في طفل ما بيقول بدي يكتشف وبدي خاصة هلا صحيح ضمن العصر بهذا العصر تمام بهذا الوقت اللي نحن عايشين في كلنا عايشين بمنازل شوي مقيدين بحركته داخل المنزل. صحيح. بطل عنا هاي الفسحات السماوية الكبيرة بالبيوت، بطل عنا الأرياحية دائما في تحف أو فنحن خايفين عليهم أكثر ما خايفين على أطفالنا صدقا. ودائما الصالونات ممنوع حدا يفوتها، المطبخ بس للأكل، غرف النوم بس للنوم. طب هذا الطفل وين بده يفرغ طاقة؟
والاكثر اللي عم بصير انه عميروا على الموبايل. مرحله الطاعه اللي انت حكيتي منها كثير مرحله حلوه، انه عم يتعرضوا اطفالنا للتنمر او للايذاء الجسدي من وراء هاي الاشياء يلي نحن يا بدنا اياهم دائما يقولوا ايه ويسمعوا الكلام، فهن عم بيرددوا مثل ما نحن بدهم نتيجه الضغوطات. فهن ممكن يتعرضوا لاذى خارجي انه ينفرض عليهم قول ايه بدون ما يقولوا لا، لانه وهذا الشيء بيأذي لهم اجسادهم. هو تعود بالبيت يقول ايه فرح يقول للخارج. تمام، لانه ما عم يقدر يفصل بين الايه اللي داخل المنزل والايه اللي خارج المنزل. يا بدها تكون عن طريق التعزيز، يلي انا اذا بجيب لك اكله طيبه انت بدك تعمل لي هيك، اذا بدي اجيب لك مثلا هديه انت تعمل لي هيك، فبيجي كمان هذا اسمه ثواب. فبيجي كمان الغريب بقول له اذا رحت معي على هذا المكان انا ممكن اجيب لك شيء، فهذا الشيء كمان بيأذي له جسده. فنحن بدنا ننتبه لمراحل الطاعه كثير للطفل ونعلمه انه في مراحل طاعه لازم نقول فيها ايه وفي مراحل لازم نقول فيها كمان لا. هو المفروض يتعلم اليوم شوي يكون بقرارات خاصه فيه. كثير بنشوف حكيتي نقطه انه الايه ضمن البيت، خارج المنزل عم تكون كمان بنفس الشيء، ولكن عم نشوف نحن داخل المدارس والروضه لا بالعكس، يعني عم يكون مطيع لمعلمته وهذه غير اهله. نرجع بنقول معناتها هون عن جد حسب العاده، والدلال بيلعب كثير اليوم دور بتربيه الطفل. اليوم هيك بنصائح اخيره هيك نتمنى من كل الاهالي انه ما يفرضوا الايه على اطفالهم بدون ما يكونوا عارفين العقاب والثواب من وراء هاي الايه، ونطول بالنا على اطفالنا لانه العصبيه هو سلوك مكتسب مننا من الضغوطات اللي نحن عم نمر فيها مو منهم. اكيد اي تصرف او اي سلوك مكتسب هو للاسف مكتسب من المحيط وللاهل. بنتشكرك اليوم على وجودك معنا، بتمنى نكون هيك اعطينا بعض النصائح المفيده لكل الاهالي اللي عم يتابعونا. شكرا كثير. شكرا رينا، شكرا، صباح الخير على طول. شكرا لكم.